بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين متابعي قناة رفد دبوك، أهلا وسهلا بكم. النهاردة في زرعة بامية في الجبل حتشوفوا معنا أنماط زراعة البامية أو طرق زراعة البامية، منها الطريقة اللي احنا فيها دي اللي هي البامية الجديدة المزروعة في شهر 8. كنا في الفيديو اللي عدى في بامية مقصوصة اتقصت في شهر 8 وبتكمل، والنهاردة إن شاء الله أدينا بنشوف البامية الجديدة بقى اللي هي مزروعة في شهر 8، فتابعوا معنا التفاصيل إن شاء الله وهتعجبكم. طيب يا باشمهندس، يعني يعتبر زراعة البامية في الخلفة دي ناجحة؟ إن شاء الله ناجحة. أنا بتكلم على حاجة زي البامية، مش زي الطماطم ولا زي لا، هو معروفة يعني أو شبه معروفة إنه السوق يعتبر عندنا شبه ثابت. في فترة الشتاء دي أو ما قبل الشتاء وبعد الشتاء ده سعر عالي، بس اللي يعرف يجيب في التوقيت ده. يعني المشكلة كلها في إن أنت تقدر تنتج. طبعا قلب الشتاء هو أغلى حاجة، والأطراف كل ما تبعد من الشتاء كل ما السعر يقل، السعر يقل الإنتاجية بتبقى متاحة. كل ما تبعد الشتاء يبقى أنت تقدر تنتج، كل ما تبعد من الشتاء أنت تقدر تنتج، بس السعر هيقل. عملية تناسب. تناسب مع إيه؟ مع درجة الحرارة أو مع المناخ. كل ما المناخ بيبقى صعب السعر يبقى أعلى، كل ما المناخ بيبقى أسهل السعر بيقل. بس يعني النهاردة دلوقتي حاليا لا، سهل سهل إنتاج البامية، متاح موجودة، بس السعر يعني بقى مش عالي قوي، بس كويس معقول برضه. طب بالنسبة للقوص، يعني بالنسبة عن البلاد المجاورة لينا، هيزرعوا بعدين الباميه هم؟ هم بيزرعوا ايوه متاخر علينا، بتمد معاهم. فهل الماده دي اللي عنديهم ممكن توصلهم للسعر العالي واحنا نكون الباميه عندنا هنا انتهت؟ هم ما بيقدرش يقربوا للشتاء، ما بيقدرش يقرب للشتاء. ما بيقدرش يقرب من الشتاء، بس هي موجوده عندي اصلا، هو زرعها وموجوده عندي. وفي نفس الوقت هو بيجي يعني بيجيب هنا، بيجيب هنا لان هنا ارمنت اصبحت سوق. يعني الانتاج بتاعه يجيبه هنا عندنا في ارمنت؟ هو بيجيب هنا ويوزع على البلاد، بس يعني ايه بالنسبه لارمنت اكبر مكان سوق للباميه. ارمنت هي اكبر سوق للباميه. عشان نظام الشوادر اللي فيها دي ولا ايه يعني؟ عشان لا، عشان اتعرفت هي في الباميه. فاللي عاوز باميه او محتاج باميه هيروح ارمنت. ارمنت دي حصبة اللي فيها بامية طول السنة، صيف والشتاء. يعني التجار بيجوا لغاية دلوقتي ياخدوا بامية من ارمنت؟ لا، هو التاجر مش هقول لك جاي مخصوص للبامية. بس هو هيجي هياخد شوية حاجات، مثلا هيلاقي البامية هياخدها معاه. هيجي ياخد كرومب ويجي البامية هياخدها معاه. طب بالنسبة للكرومب عندنا، يعني هل هو زي البامية مثلا عايجوا تجار ولا كرومب للاستخدام المحلي؟ كرومب لا والله، في تجار بتيجي وبرضه سفري، ده برضه ودقة سفري، يعني ده يعني سفري أكتر ده. ده حاليا كان بيجي من القاهرة، من اسكندرية، من سوهاج. فقد يعني وده سفري برضه، في ناس بتاخده بالسفر، اللي يروح بيقوس، اللي يروح بإسنا، اللي يروح بأسوان. يعني مش للسوق المحلي البلدي ده برضه، مش يعني لسوقنا هنا. لا 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 لا، لو سوقنا احنا ممكن عربيه دبابه تكفر منت الحيط ورمنت الابره. تمام. في نفس الوقت اللي هو برضه الناس اللي هي برضه عاوزه باميه، يوم ما يحتار هيميل على الارمنت، اللي ما نقصره من هنا ومن هنا. عشان يعني يعتبر دايما هيلاقي باميه في ارمنت هو. ايوه بالظبط. ارمنت بالنسبه للسوق. بالنسبة للمزارع وبالنسبة للتاجر. بالنسبة للمزارع والتاجر. الله يديك العافية يا حاج. الله يكرمك. دلوقتي احنا في الفيديو ده هنتكلم على أنماط زراعة البامية أو طرق زراعة البامية. والله من خلال الخبرة هنا واللي احنا لامسينه يعني على أرض الواقع، يعني يعتبر أرمنت أنجح بلد في زراعة البامية. بالنسبة للجبل فوق التصلحات، يعني الناس ترمي في أول 11
عشان الجو جافف هناك هتبقى تمشي الامور. الزرع ده عايز سبق. بالنسبه للارض اللي بينك ده وكده بس يعني مجاوره الجبل بس ارض حره برضه ممكن يرمي 15 12 يعني الزرع لو ربنا اكرمك وسبقت وكانت السنه مثلا سقع خفيف او حاجه ده بالنسبه للارمن. بالنسبه للقوس مثلا قوس تزرع بعدين حوالي بشهر او اكثر تبص تلاقي دول برضه يعني حاليا احنا في ارمن عشان الباميه خفت عندنا اجي باميه من قوس ممكن في يوم تبيت في الشارع. ارمنتي الوحيده حق في زراعه الباميه هي اللي هتاخذ السوق. هتزرع اسنه برضه مركز اسنه يزرعه بس باميه نوع تقاوي تاني بس برضه يزرع متاخرين شوي مش هيزرع برضه بدري زي ارمان. برضه لو بصيت هم هيجوا في بدايه الموسم حوالي شهر شهر ونص ياخذوا باميه من ارمان. الباميه بتاعت ارمان ممكن سوهاج توصل لغايه المنيا وابعد من المنيا. في بعض السنين في ناس وصلت بها لغايه السويس. تمام. ده النمط الاول هو الزراعه الطبيعيه في وقت الزراعه الطبيعيه اللي هي عجيب المحصول. طب في ناس هتزرع في شهر 8 في شهر 8 دي يعني ما هواش مش هي ده واحد يعني هيزرع له مثلا 3 قواريط 4 قواريط 5 قواريط 6 قواريط بالكثير. تمام. طب برضه في الارض الحره وفي نمط تاني او طريقه تانية ان هم هيقصوا يعني الباميه لما تبدا انتاجها يقل في شهر 8 كده هيبدا يقصوها في الارض الحره مثلا. برضه هتبقى يعني الوقت الانتاج هيبقى ضعيف. يعني كنا عند ام محمود في الفيديو اللي عدى يعني انتاجها بدا يزيد بعد ما الجو بدا يطري والامراض خفت خالص يعني بدأ المقاومة يعني مصاريف البامية نفس مصاريف البامية بدأت تقل معاه بدأت تقل نتيجة مثلا الرش خف نتيجة الرش خف والتسميد برضه هو يعني بالنسبة له برضه يعني زرع تسمد قبل كده كتير فهل يعتبر يعني تكون ناجحة ولا ايه زرعة الخلفة دي؟ أنا ما نقدرش نقول لك يمكن ما تتعداش 50%. طب بالنسبة لك أنت كمزارع تودي الشادر برضه؟ أودي الشادر ممكن أودي الشادر ممكن برا الشادر عادي يعني ما يكون عندك كميات قليلة بتصرفها عادي في اللي هو تجار التجزئة يعني إنما كميات كبيرة لازم شادر وبرضه الكميات كبيرة لما تكون ما فيش سوق فاضي خالص أنت بتضطر المكان اللي تعود.